طيب، أول سؤال، هل من جديد فيما يخص قضية الحجاج الجزائريين الذين تم التحايل عليهم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الجديد هو أن هذا الملف يتابع من قبل الممثلات الدبلوماسية وأيضا مكتب شؤون الحجاج الجزائر. الجديد سنعلن عنه في القريب إن شاء الله. إذا إخواننا من وأشقائنا في المملكة العربية السعودية قاموا بما يستوجب القيام به يعني تجاه ضيوف الرحمن، وهذا الموقف لا يستغرب من المملكة العربية السعودية. أقول أن هذا الحدث الذي مؤسف على المؤسف والمتعلق بتحايل وكالات سياحية على حجاج الميامين يدخل ضمن المغامرات، هذه المغامرات التي تقوم بها هذه الوكالات، وأيضا ربما حتى المواطن يعني يشارك في مثل هذه المغامرات. فالمواطن يعلم يقينا بأن تنظيم الحج تحكمه إجراءات تنظيمية مختلفة تشارك فيه كل الدوائر الوزارية. يبدأ تنظيم الحج كما نعلم جميعا بعد الاتفاقية المبرمة والممضات بين وزيري القطاعين في البلدين، ويكون تحت يعني النظر ومراقبة الدولة. يعني هذه الوكالة أو الوكالات، لأنه المؤكد أنها ليست وكالة واحدة ربما تسبب في هذا التصرف، ستلقى نفس المصير الذي لقيته بعض الوكالات في السابق. إذ أن الاستهتار بحجاجنا الميامين والتحايل عنهم سيعرض هذه الوكالة إلى عقوبات جد صارمة، وستكون بإذن الله عبرة لمن يعتذر. يعني يقول يعني سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه القضية. التحقيق فتح والإجراءات يعني تتقدم، وإن شاء الله في القريب سنعلن عن الإجراءات المتخذة. إذا أننا سنرسل تقريرا مفصلا لوزيري القطاعين، معالي وزير الشؤون الدين أوقاف والتهيئة العمرانية والسياحة. من أسمى نفسه بوكالة سياحية ولم ولا يتوفر ولا يتفرع إطلاقا عن اعتماد لتنظيم مثل هذه الرحلات السياحية، وهؤلاء أيضا ربما ترفع ضدهم قضايا أمام العدالة. أقول أن ديوان وطن الحج والعمرة وبجانب سفارة الجزائر بالمملكة العربية السعودية والقنصلية العامة بجدة يتابعون باهتمام هذا الملف. ويعني المعلومات التي الحمد لله تحصلنا عليها كما أطلعت المواطنين على ذلك هي أن حجاجنا يعني في ضيافة كريمة من قبل هذا البلد المضيف، وإن شاء الله سنعمل على الالتقاء بهم قريبا إن شاء الله إن شاء الله لمعرفة أحوالهم. ثم بعد استكمال هذا التحقيق الذي بدأناه والذي سيكون إن شاء الله يعني مستوفي لجميع جهات التحقيق، يعني كما قلت أن كل من تسبب في مثل هذه الأحداث سيتعرض إلى إجراءات صارمة بين الله عز وجل. طيب سيد يوسف عزوزة، بالنسبة للوكالات السياحية المعتمدة لديكم، يعني هي لم تكن متواطئة مع الحجاج. نعلم أن تنظيم الحج يبدأ من سحب دفتر يعني كلها الشروط. تبرأت من هذا التحايل. طبعا يعني وكالات السياحة والآثار المعتمدة هي تعلم يقينا من الإجراءات المتبعة في عملية تنظيم الحج، وهي بادرت بسحب دفتر الشروط وأمضت معنا عقد نجاعة، ونحن نرافقها في تنظيم هذه الشعيرة. ويعني يوميا نلحظ تقدم هذه الوكالات ويعني الخدمات الإضافية التي يستفيد منها حجاجنا الميامين، كما نرافق أيضا الوكالات الحديثة التنظيم. ويعني العملية حتى المواطن يعلم ذلك، لذلك الغرابة ليس فقط التحايل لهذه الوكالات، ولكن حتى المواطن يجب أن لا ينزر بسرعة أمام هذه يعني أقول الوعود أو هذه الدعاوى. نعم القوانين أيضا سيد يوسف عزوزة. طبعا تعلمين أختي الكريمة والمشاهد الكريم أن عملية تنظيم الحج فعلا شيء مقدس عندنا،
يعني يرعاه فخامة الرئيس، وكل الدوائر الوزارية تشارك فيه ويحظى باهتمام بالغ، والجميع متشوق لزيارة بيت الحرمين الشريفين. ولكن هذا الشوق لا يجعل المواطن يعني يدخل في مغامرة. ربما الآن كانت نهاية بهذا الشكل، وربما ايضا مغامرات اخرى تنتهي، ستكون عبره لكل الحجاج. طيب سيد يوسف عزوزة، في شق اخر فقط، كيف تسير الامور بالنسبه للاعاشه والاسكان هناك؟ اقول وبالله التوفيق، انا الاعاشه والحمد لله لقيت رضا واستحسان الحجاج، كل حجاجنا واغلب حجاجنا الميامين. نقول ان التحسين كان من خلال التعاقد الذي ابرمناه مع المتعامل، ثم المتابعه الحقيقيه اللصيقه والفوريه لما يقدمه المتعامل، اذ ان اي اخلال بالوجبه سواء في النوعيه او في الكميه يتم ابلاغ المتعامل هذا وتدارك النقص في حينه. قضيه الاسكان الحمد لله نحن خطونا خطوه كبيره، يعني فيما يتعلق بالاسكان الالكتروني. هذا الاسكان الالكتروني الذي يكون لاول مره، والحمد لله وصلنا الى حوالي ازيد من 80% من الحجاج تم اسكانهم عبر الاسكان عبر المسار الالكتروني الوطني. ولكن يبقى ان بعض الحجاج الذين لم يتمكنوا من حجز غرفهم بالوطن طبعا يمكثون شيء من الوقت يعني في الفنادق حتى يتم اسكانهم عبر المسار في هذه الاثناء، يعني فتاخر بعض الحجاج في الوصول الى غرفهم نتيجه هذا يعني انهم لم يحجزوا غرفهم. اذا نحن في يعني ما شاء الله يعني نحن نتقدم، اذ ان الحاج عندما يصعد الى غرفته يجد صورته على الباب، هذا شيء جديد لم نعهده لا في بعثات اخرى ولا غير ذلك. ولكن المسار الالكتروني مكن الحاج الجزائري من الدخول الى غرفته، وعند وصوله الى الغرفه مباشره يجد يعني صورته وصوره زملائه. يعني تنظيم محكم سيد يوسف عزوز. الحمد لله يعني نحن نتقدم والحمد لله رب العالمين. وهذا ما نريده. شكرا جزيلا لك سيد يوسف عزوز مدير ديوان الحج والعمره، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من البقاع المقدسه، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. مشاهدينا الكرام مباشرة نمر إلى الرياضة بعد الفاصل.